نظم المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الاثنين حفلاً لإعطاء الجوائز للمهندسين المعماريين الفائزين في مسابقته الدولية لتصميم محطات قطارات السرعة الفائقة بكل من طنجة والقنيطرة والدار البيضاء المسافرين. ما يخفاش عليكم أن في العشرية الأخيرة المكتب الوطني للسكك الحديدية نهج واحد السياسة فيما يخص لا إعادة تأهيل ولا إعادة بناء المحطات السككية، واللي انتقلنا فيها من مفهوم ديال المحطة كنقطة للعبور إلى محطة كفضاء للعيش. وفي هذا الإطار فتقريبا في هذه العشرية تم استثمار ما يفوق 800 مليون درهم من هذه العملية ديال إعادة التأهيل ديال المحطات. حاليا كنمروا لمحطة أخرى لجيل جديد من المحطات اللي كيصادف الخط الجديد ديال القطار الفائق السرعة اللي غادي يربط طنجة والدار البيضاء، واللي كيخص 4 ديال المحطات اللي هي محطة طنجة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء. في هذا الإطار تم واحد المباراة مع المهندسين المعماريين على أساس أنه يتصوروا هذه المحطات كي غتكون. وقد قدم المتنافسون في هذه المسابقة مشروعات شاملة للتنمية الحضرية لأقطاب التبادل تضم المحطات والمراكز المتعددة الخدمات، مع شرح توجهات التطوير المقترحة ورسومات التموضع والأحجام واقتراحات لمختلف الأجواء الداخلية والخارجية. حصلت على جائزة ديال أحسن محطة لطنجة للقطار الفائق السرعة. فالمشروع هو كان عبارة عن مشروع مرنا على مسابقة مهمة على الصعيد الوطني، وكانوا فيها فرق يعني من البلد من المغربية وكذلك من الخارج من أوروبا. فهذا من ناحية المحطة ديال طنجة فهي موجودة في أمام المكان في نفس المكان للمحطة الكبيرة للتيرمينوس لمحطة طنجة، ولكن غادي يكون مشروع جديد ومتكامل مع المحطة الموجودة الآن. فالمشروع غادي يكون يحتوي على عدة فضاءات ويحتوي على عدة أماكن متعددة الأنشطة. وبعد البحث والتحليل والتحكيم في الخدمات المقدمة في كل من المشاريع المتبارية، منحت لجنة التحكيم المرشح الأول الجائزة الأولى للمسابقة مع القيام بالدراسات التنفيذية وتتبع أشغال إنجاز مشروع المحطة.